وللمزيد ينضم إلينا دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. تأكيد مستمر من الدولة بضرورة القضاء على السوق الموازي للعملة من خلال توفيرها وإتاحتها، كيف تقيم إجراءات الدولة سواء بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو بجذب الاستثمارات؟ مساء الخير أولا، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. طبعا شفنا قرارات متلاحقة للحكومة، بدأت بقرار البنك المركزي بالأمس بتحديث سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة، والنهاردة شفنا مؤتمر سيد رئيس الوزراء الخاص بالإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، كان هو في ميناء الإسكندرية وثلاث موانئ أخرى كان يتم الإفراج. ليها دلائل ومؤشرات كبيرة جدا ومدلولات على الاقتصاد. نمرة واحد، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى زي ما شفنا في الأمس أن أدى إلى وجود سعر موحد للدولار، القضاء أو الحد من السيطرة اللي كانت عاملاها السوق السوداء على التحكم في سعر العملة، الضرب بيد من حديد على من تسوي له نفسه أنه هو يضر بمصالح المواطنين على لحساب مصلحة شخصية أو منافع لطبقة معينة أو أفراد معينين، بالإضافة إلى أن هذا يؤدي إلى يعني استقرار الأسعار، كبح معدلات التضخم واستقرار الأسعار، لأنه كان مع زيادات الدولار في السوق السوداء وأيضا عدم وفرة الدولار فكان بيبقى فيه زيادات دائما. الآن الدولة حررت سعر الصرف وبالتالي هناك وفرة في الدولار للمستوردين، والنهاردة المؤتمر بتاع السيد رئيس الوزراء الخاص بالإفراج عن البضائع والسلع اللي كانت في الموانئ ده كمان يخلي هناك فائض في ما يسمى الإنتاج، وبالتالي يحدث استقرار في الأسعار. الاتجاه للتصدير كما أشار رئيس الوزراء أيضا نقطة هامة جدا للاقتصاد المصري، لأن وجود صناعة مصرية قادرة على الوفاء بالاحتياجات المحلية والاتجاه إلى الأسواق العالمية ده يؤدي إلى مزيد من تحسين مستوى معيشة المواطنين، زيادة دخول الأفراد، التوسع في مشروعات صناعية بجانب المشروعات أو أنواع المشروعات الأخرى، قدوم الاستثمارات الأجنبية المحلية إلى الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة بهذا الحجم مؤشر لمدى ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمار في مصر، وبالتالي شهدنا اليوم الإفراج عن هذه البضائع. أعتقد أنه في الفترة القادمة هناك مزيد من الاتجاه إلى التصنيع، الصناعة هي القاطرة الحقيقية. وأعتقد أن بالأمس يمكن حديث محافظ البنك المركزي عن أن التضخم هو أكبر كارثة لأي اقتصاد، وبتحرير سعر الصرف احنا بنحاول نقضي على التضخم بأي شكل من الأشكال، يعني فشايف حضرتك أن القضاء على التضخم الفترة اللي جاية هو هدف للدولة؟ بدون شك، لأن التضخم هو آفة التنمية، آفة النمو الاقتصادي. التضخم بيؤدي لانخفاض القوة الشرائية للنقود، أيضا يؤدي إلى تآكل الثروات وانخفاض قيمة الأموال، وبالتالي الدولة المصرية بتتجه إلى كبح معدلات التضخم. التضخم في جزء منه مستورد، بمعنى أن التضخم موجة عالمية بتشهد دول كثيرة ودول متقدمة اقتصاديا موجات كبيرة من التضخم في هذه الفترة لأسباب زي ما احنا عارفينها كلنا، الحروب الدائرة سواء في روسيا وأوكرانيا، سواء في الاحتلال الإسرائيلي ويعني الحرب الدائرة في غزة، أيضا ما يتعلق بمشكلة ألا وهي عدم وجود ما يسمى بالاستقرار في الأسعار العالمية، حتى أسعار السلع والمواد الغذائية عالميا بترتفع، أسعار الطاقة بترتفع، وبالتالي ده بينعكس على كل دول العالم ومصر جزء من العالم. عودة إلى ما تفضلتي بسيادتك فيما يتعلق بدور الدولة في السيطرة على التضخم وكبح جماحه، فعلا الدولة المصرية من خلال أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية الدولة بكل تقدير لها يعني بتساعد بكل شكل أنها يعني تزيل العبء عن المواطن المصري وكاهل المواطن المصري، وسيشعر بهذا التحسن في الأيام القادمة بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد.